انطلقت فعاليات مبادرة أنت الحياة بقرية الأبعدية في دمنهور بمحافظة البحيرة، وهي تهدف لتقديم أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار، وتستمر حتى 11 من يونيو الجاري. فعاليات المبادرة تضمنت العديد من الأنشطة التوعوية بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل حرفية وتوعوية للسيدات وورش حكي للأطفال وجلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية. كما تضمنت الفعاليات تنظيم قوافل طبية تضم العديد من التخصصات الطبية وتقديم الخدمات مجانا وإحالة العمليات الجراحية لإجرائها على نفقة الدولة. كما تضم فعاليات المبادرة تنظيم ملتقى توظيفي للشباب برعاية عدد من الشركات الكبرى. احنا ان شاء الله عندنا قافله طبيه على مدار 4 ايام بتضم 14 تخصص، يوجد على يعني تقريبا احسن او افضل اطباء من المستشفيات بتاعتنا ومستشفى دمنهور التعليمي. في كل تخصص عندنا ال 14 عربيه، يعني كل عربيه عليها طبيب متخصص استشاري في المجال بتاعه. عندنا كمان صيدليه بتضم 140 صنف دواء، يعني كل مريض هيتردد على اي عربيه من العربيات ديت هيكون دايما دواء متوفر. شرفنا النهارده استضافه مؤسسه حياه كريمه في محافظة البحيرة لتدشين مبادرة أنت الحياة، تعتبر قافلة متكاملة بجميع الخدمات، بتقدم حوالي 17 تدخل مختلف للفئات المختلفة وللاحتياجات والخدمات المختلفة، من أول القوافل الطبية زي ما حضرتك شايف أكتر من 13، وصلنا ل 17 تخصص، كشفنا حتى الآن على 1200 سيدة ورجل وطفل وشاب وفتاة. كمان عندنا امتحان فوري لهيئة تعليم الكبار في مرحلة لاحقة من المبادرة. في القوافل هيكون في تدخل من السجل المدني لاستخراج فوري للسيدات لبطاقة الرقم القومي. عندنا أيضا تدخلات من خلال توفير فرص عمل كريمة مستدامة للشباب والسيدات والكبار من خلال 3 شركات تقدموا بملتقى توظيف. جاي أحضر المبادرة النهاردة، تمام، هي لها كذا هدف، اللي هو التعليم الكبار اللي هي النحو الأمية، وإزاي نعرف ندخر المال، إزاي نعرف نعمل مشاريع، إزاي نعرف ندرسها، ليها أهداف كتير. بالنسبة كمان طبعا الكشف الطبي العام اللي هو مجاني النهاردة، إحنا استفدنا كتير.